خليني أقول حاجة مهمة ربما تكون سابقة لي أنا على اليوتيوب، يعني إن حد يطلب الرد على شيء أنا طرحته. بالأمس تحدثت في ملف النادي الأهلي عن حبس الأستاذ جهاد الغزالي 3 سنوات بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، مع تغريمه مبلغ مالي و1000 جنيه على سبيل التعويض. وطبعا الخبر انتشر انتشار واسع جدا من خلال الفيسبوك واليوتيوب بعد ما انا قلته. وفوجئت اليوم باتصال هاتفي من الاستاذ جهاد الغزالي، كلمني على تليفوني الخاص بعد الترحيب، راجل جنتلمان وراجل شيك جدا وراجل يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي باشا ابن باشا. انا ماليش دعوه بافعاله، هو مسؤول عنها، ولكن كان كلامه معايا لطيف جدا وكلام محترم للغايه. بشكره على مكالمته اللطيفه وبشكره على الكلام اللي قاله. ويعني من منطلق حق الرد، كان زي ما احنا قلنا الخبر قدام الالاف وشافوا بعد كده الملايين، كان لابد ان انا استاذنه انه يكون معانا علشان يرد على اللي عايز يرد عليه، لان في مفاجاه في الموضوع. فوجئت ان الاستاذ جهاد الغزالي ارسل لي على التليفون بتاعي شهادات بالبراءه في 3 قضايا صدر فيها احكام لصالح الكابتن محمود الخطيب، وكمان قال لي الحكم اللي صدر بالامس واللي انا قلته صدر غيابيا، وده حصل في الـ3 احكام السابقه. ثم بعد ذلك بناخذ اجراءاتنا قانونية وبنقدم مستنداتنا، وده حصل معانا في 3 قضايا قبل كده. وارسل لي الشهادات بتاعت 3 او 4 قضايا، ادي قضية 2 3 4 قضايا ارسل لي شهادات بالبراءة في احكام صدرت في حقه فيما هو معروف بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب من قبل رجل الاعمال الشهير الاستاذ جهاد الغزالي. ولانني اقف على مسافة واحدة لابد ان اكون منصف كما قلت الخبر، لابد ان اعلن امامكم هذه هي شهادات البراءه التي ارسلها لي الاستاذ جهاد الغزالي، واكد لي ان هناك كان 4 قضايا سابقه حصل فيها الكابتن محمود الخطيب على احكام متفاوته، وثم بعد ذلك قضت المحكمه ببراءه الاستاذ جهاد الغزالي من تهمه سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. اما فيما يخص القضيه الاخيره اللي انا قلت خبرها امبارح، فاكد لي ان هذا الحكم صدر غيابيا وانه سيتخذ الاجراءات القانونيه اللازمة للمعارضة والطعن على الحكم واستئنافه، وهذا حقه. خلينا نكلم الأستاذ جهاد الغزالي ونناقشه في هذا الموضوع، ونقول ان الراجل صحح ان ما صدر في حقه من احكام بالحبس او الغرامة او التعويض لصالح الكابتن محمود الخطيب قد حصل فيه على براءة، وهذه البراءة كانت نهائية، وارسل لي شهادات البراءة، وهذه هي شهادات البراءة زي ما انتم شايفين اهو. شهادات البراءة ارسلها لي الاستاذ جهاد الغزالي، ولانه رجل محترم ورجل موقر اثني على تعامله الشيك واتصاله بي، وهذا شيء يعني اثمنه واشكره عليه جزيلا للشكر. وانشر لحضراتكم اهي الشهادات، 4 قضايا صدر فيها احكام متفاوتة، ثم بعد ذلك حصل فيها الاستاذ جهاد الغزالي على براءات تثبت انه لم يسب او يقذف الكابتن محمود الخطيب، وقدم مستندات دامغة على كل كلمة قالها، مما جعل المحكمة تطمئن وتعطيه براءات في 4 قضايا. وان الحكم الذي صدر بالامس، وانا قلت امام حضراتكم الامانة تقتضي علي ان انا اقول ان الحكم صدر غيابيا وسيتخذ هو الاجراءات القانونية الخاصة كما اتخذها في القضايا السابقة. خلينا نرحب بجهاد بيه الغزالي، رجل الاعمال المعروف والراجل المحترم، وبشكره على دماسة خلقه وحسن تعامله، وبشكره على تواجده معي في هذه الدردشة وهذا اللايف معكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. استاذ جهاد الغزالي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيد عبد الناصر، اخبارك ايه؟ ازاي معاليك يا فندم، لعلك بخير. الحمد لله اشكرك، بلاش معاليك دي، انا يعني راجل غلبان يعني مش ماليش في الـ في الـ في الالقاب. لا الالقاب والحقوق محفوظة لكل الناس يا استاذ جهاد، انت رجل فاضل وبشكرك على الاهتمام، بالعكس انا بطالب من خلالك ان يكون ذلك نموذجا
لكل الناس، اي حد يتقال خبر سواء كان في لايف مشهور او مش مشهور، برنامج مشهور او مش مشهور، جريدة مشهورة مش مشهورة، موقع مشهور او مش مشهور، تكون المعاملة بهذا الرقي والسعي لتصحيح الخطأ بكل احترام، والا يكون مبدأنا دائما انها ان الامور وكأنها مؤامرة تحاك لتشويه الناس. فانا بشكرك على انك بعتت لي شهادات البراءة وانا بعلنها دلوقتي للناس للمرة الثالثة او الرابعة او الخامسة، وفي نفس الوقت لك حق الرد كاملا. اتفضل يا فندم. الله يخليك. انا اللي زعلني من البرنامج عندك ان الخطيب يسجن جهاد الغزالي، هو دي اللي كمان ضايقتني جدا. هو الخبر جالنا كده يا فندم من النادي الاهلي والله. ما هو دي المشكله ان الاخوه في النادي الاهلي مكونين لجنه اعلاميه كده عامله هجمه في كل المواقع وفي كل المجلات وفي الجرايد واليوم الساعه في اليوم السابع النهارده كان بيكلمني عبد القيعي على البرنامج بتاع امبارح لاني طلبته لان انا اعرفه من سنين طويله معايا. معاك معاه المنسي ده ولا اسمه ايه مش عارف. لا انا لسه هكلمك على الجزئيه دي بس بعد ما ترد علينا وتؤكد حكم بالامس كان حكما غيابيا. امبارح بص يا بيه، اولا مع احترامي للقضاء واحترامي للقاضي المحترم اللي اصدر الحكم امبارح كان حكم غيابي، وهم بعد ما خسروا القضايا الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه معايا حضرتك معاك يا فندم بداوا يبداوا هم للتلاعب. يعني يعمل قضيه ويروح يحط شيل واد كده في اي حته يقوم يعمل له القضيه يوديها المحكمه الاقتصاديه ومحدش يعلمك. فبتاخد احكام غيابيه وبعد كده بتبدا في اتخاذ اجراءاتك القانونيه. شوف حضرتك بكره الصبح الساعه 9 المحامي بتاعي استاذ محمد عبد الرحمن هيقدم معارضه على هذا الحكم. تمام. وان شاء الله باذن الله برضه هناخد فيه براءه. هو صدر من المحكمه الاقتصاديه يا فندم؟ يا فندم؟ صدر الحكم بتاع امس من المحكمه الاقتصاديه؟ الاقتصادية. وده كمان يعني مش عايز بس انا ما بحبش اعلق لا على القضاء ولا على احكام القضاء ولا تعليق على احكام القضاء اصلا. الاقتصادية ليست جهة اختصاص في الحكم على قضايا في التواصل الاجتماعي. هي مختصة في القذف والسب بالرسائل المكتوب. يعني رسالة مبعوتة على الواتساب، رسالة مبعوتة على مسج، جواب whatever like this، اي حاجه زي كده دي اختصاص المحكمه الاقتصاديه. حضرتك جهاد بي حصلت على 5 براءات في 5 قضايا من هذا النوع سابقا. بوجي محمد اسمه ايه ده المدير الاب ولا المدير العام بتاع رفع قضيه، خالد الدرندلي رفع قضيه، خالد مرتجي رفع قضيه، الخطيب رفع برضه قضيه وخسروها قبل كده في محكمه مدينه نصر. انا بص يا بيه انا ما ثبتهمش وما اعتقدش ان القضاء المصري هيسجن واحد بيقول لو سمحتوا قولوا لنا خدتوا الفلوس دي والساعات دي على اي اساس. ماشي. طب جهاد بيخليني احاور حضرتك وصدرك يسع ليا. يرد عليك البعض من جماهير الاهلي ومن عشاق الاهلي والمدافعين على الاهلي ان هناك لجنه من وزاره الشباب والرياضه قالت الفلوس دي راحت فين وتم ايداع الساعات في الخزنه وبالتبعيه تعرف ال 261 مليون راحوا فين والساعات راحت فين؟ الساعات فين اللي راحت فين؟ انا مشتري ساعه منهم من واحد. ازاي الكلام ده؟ انا مشتري ساعه ياخد ماستر فول جوه ب 400,000 جنيه من واحد فيهم. من الهدايا دي؟ من الهدايا دي. وحضرتك اثبتت كده في المحكمه؟ جميل. وفي ساعتين كمان متباعين بتوع 2 من اعضاء مجلس الاداره بيتباعوا عشان يجيب لابنه ساعه ثانيه سبمارين. خلي بالك هذا الكلام على مسؤوليتك لان انا ما عنديش ادله عليه. على مسؤوليتي. على بس يا بيه تركي آل شيخ قال ان قدام 300 ساعه. هل في 300 ساعه في النادي الاهلي؟ الله اعلم. طب كويس، ما يعملوا كارت قدام المزاد. انت هتحط الساعات في الخزنه وتخبيها؟
انا اسال سؤال، هي الساعات دي هتحبط ولا فيها على اي اساس؟ كمحب وعاشق للنادي الاهلي. طب ما انا محب وعاشق للنادي الاهلي قد 100 مره، ما تدينيش ما تدينيش كده شرفيه. طيب حتى لو كان ده حصل يعني في تصالح. يعني بص لحضرتك هسال سؤال، بص ما حدش ماشي، النادي الاهلي ده له كرامه، النادي الاهلي ده بالنسبه لنا مسجد كره القدم. مسجد كره القدم. مسجد الرياضه في مصر. له حرمته وله شرفه. مش من حق اي انسان انه يفرط في هذه الحرمه وهذا الشرف. وحضرتك قدمت مستندات للنيابه بذلك والقضاء، وبناء عليه خدت براءات. انا قدمت للنيابه 255 ورقه. 255 ورقه. وقدمت لها 3 سيديهات. عليهم كلام تركي آل شيخ. وبناء عليه حصلت على براءات. طبعا خدنا براءه على طول، ما بلاش هم بيلتفوا وما بيعلنكش حتى. يعني انت لما انا عايز اعمل لك قضيه ابعت لك انذار او اخطار. معايا هم حبوا ياخدوا حكم، بس ايه يعملوا بيه الفيلم اللي اتعمل ده النهارده وامبارح. وحضرتك رديت اعتقد في كل المواقع وكل الاماكن. انا في ناس محترمين جدا، اصحاب مواقع محترمه، كلمتهم ماشي منهم الفجر، قلت له لو سمحت انا مش عايز ارفع قضية على حد بدعوى التشهير. تمام؟ لو سمحت الكلام دوت مش مظبوط. تمام. شالوا عادل حموده، شال الخبر، كلمني قال لي انا شلت الخبر و تيز ريموفد. معايا؟ بالظبط. واحد تاني بقى فاكر نفسه محمي، مفيش حد في البلد ده محمي. معايا؟ وعبد الخيعي كلمني، وعبد الخيعي نصح ابراهيم المنسي ده ولا اسمه ايه؟ خلينا بس نحترم للناس اساميها. الاستاذ ابراهيم المنيسي معرفوش والله. ده السؤال، يعني برضه حضرتك عملت حاجه بعض الناس ممكن يقول يعني ان فيها ربما، انا اسف، تجاوز من حضرتك، ان الكابتن عادل انا هسالك سؤال يا استاذ عبد الناصر. اتفضل. ما هو التجاوز ان انا اقول لك لو سمحت دي فلوس تخص النادي الاهلي تبان؟ بس انت جرحت جامد في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يا جهاد بيه. ايه هو التجريح اللي انا جرحته فيه؟ ما هو انت دلوقتي زعلان من ان في خبر. انت خدت ساعات وخدت فلوس. طب ماشي، حضرتك كعضو بارز من اعضاء وعرضها للنادي فورا. حضرتك صالح سليم لما خد سيف وداه النادي تاني يوم. طب ما بعد اذن حضرتك، يعني الفيديوهات بتاعت حضرتك مش شافه بالملايين، والناس شايفاها في كل انحاء الوطن العربي، وكان كلامك جارح جدا في حق الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي. ايه هو الجارح؟ يعني ايه؟ طلع لي كلمه جارحه. انا بقول لك اللي بتقوله الناس يعني وجماهير الاهلي. يا عبد الناصر بيه، عبد الناصر بيه لو سمحت. اتفضل يا فندم. هو حضرتك تحكم بالجرح بانه جارح، والقاضي اللي شاف كل الكلام ده ما يحكمش انه جارح؟ لا طبعا، القضاء هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره. شكرا. القضاء هو صاحب احترم القضاء المصري مهما كانت احكامه، ضدي او معايا. لا ما انت كده يعني قصفت جبهتي زي ما بيقولوا في السوشيال ميديا. بعد كلام القضاء، بعد كلام القضاء ما حدش يقدر يقول لك انت عملت ايه. هو القضاء هو الفيصل. حتى لو انا مش غلطان والقضاء حكم ان انا غلطان هحترمه، لان لو ما احترمناش القضاء يبقى ما فيش مكان في مصر هيبقى في امان. قاضي يعني البيت بتاعنا احنا كان اسمه بيت سيف الغزالي، بيت ابويا. اللي قدامه كان بيت القاضي. الناس ما تعرفش لا محمد محمود ولا محمد حسن ولا عادل العباس ولا جرجس مينا ولا القضاء شامخ ولا يعرف الا الاوراق وتطبيق القانون. ده بيت القاضي. طيب حضرتك برضه الاثنين اذا كانوا هم بيتلعبوا علشان ياخدوا على حكم بيلعبوا بيه شويه. انا النهارده قلت لعدي الفيه، ما ده سؤالي الثاني لحضرتك، يعني برضه انتوا منذ دقائق يعني سوري يعني مش عارف ده تقبلها مني، ده خطا ولا مش خطا، ولكن الكابتن عادل القيعي بيكلمك، فانت كلمته على الهوا من خلال الفيسبوك وسمعت الناس كلها الكلام. ايه العيب؟ لا ده قرارك، انا بقول لك هل عادل القيعي بيكلمني في قضيه تعرف؟ لا.
هل عندي ميل قيمي يكلمني في تهريب مخدرات؟ لا. هل عندي ميل قيمي يكلمني في التهرب من الضرايب؟ طيب ايه نص الحوار اللي هل عندي ميل قيمي دي واحدة بيكلمني في تهريب سلاح؟ هو بيكلمني في موضوع يخص النادي الاهلي اللي رفع عليا قضية، وهو عايز يعمل مصالحة ما بيني وما بينهم. بس خلي بالك برضه، لازم نقول لك ان انا اعرف عدلي من سنه 1976. بس عايز اقول لك، الناس حتى اللي معايا في اللايف زعلانه من حضرتك جدا، لان بتعتبرك إيه؟ انك انت اهنت رمز كبير هو الكابتن محمود الخطيب. ايه اللي مين اللي رمز الايه؟ محمود الخطيب خلينا كوره ماشي، بس ما عندي ممكن اطلب حضرتك طلب. هو عندي جمهور وحد كبير جدا. ممكن اسال حضرتك طلب؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. مين محمود الخطيب جنب محمد ابو تريكة؟ لا محمود الخطيب طبعا. لا 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 لا، محمد ابو تريكة قدوا 100 مره المنتخب مصر والنادي الاهلي. لا، الخطيب وابو تريكة الاثنين معشوقين للجماهير. لا 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 لا، انت ما تعرفش الخطيب كويس. انا اعرف الخطيب من سنه 1954 دون ان نجرح، والنبي يا مجتهد بيه. لا، المقارنه صعبه. طاهر ابو زيد احسن من الخطيب كلاعب كوره. وجهه نظرك، كل واحد حر في وجهه نظره. طيب الكابتن اسالك سؤال. اسال حضرتك سؤال. مين محمود الخطيب جنب محمد صلاح؟ الخطيب رمز يا جهاد بيه، مهما رمز كان رمز ايه يا ابني؟ رمز للنادي، رمز لل تروح المسرح تتفرج على مهرج. لا 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 لا، اتحفظ. لا، رمز كبير من رموز النادي الاهلي. بص ولا بتاع دي يا عبد الناصر، دي لو سمحت. اتفضل. لما بتروح تتفرج على رقاصه وتعجبك. لا لا يا فندم، اسال ما ينفعش. لا لا، ده تهريج. طيب خلينا الرمز ده تقول لي سعد زغلول دقيقة واحدة، تقول لي سعد زغلول، تقول لي مصطفى النحاس، تقول لي مصطفى كامل، تقول لي أحمد عرابي، هما دول الرموز. طيب أستاذن حضرتك، الكابتن عدلي القيعي أنت بقى لعيب كورة، هو الرمز، رمز الإيه يعني؟ مش قادر أفهم يعني. طب محمود الخطيب راح كأس العالم. الكابتن عدلي القيعي عرض عليك التصالح مع الجميع، حضرتك قبلت؟ لما هيرجعوا الساعات ويطلعوا ميزانية بعد فلوس الاهلي هكون سعيد جدا اتصالح معاهم. طبعا بس عايز اقول للناس ان الاستاذ جهاد الغزالي اهلاوي جدا، بس عشان الناس تبقى عارفه. لا انا مش اهلاوي، انا لو عصرتني هتنزل اهلي. معايا؟ يعني مرتضى منصور في برنامج من البرامج لما انا كنت عيان بالسرطان يعني بتشرع لاي حد. الف سلامة. طلع وقال للناس ادعوا له وبتاع، مع العلم ده حقنة أهلاوي حقنة. مرتضى منصور أهلاوي؟ ها؟ مرتضى منصور أهلاوي؟ لا، أعلن علي أنا إن أنا أهلاوي. من مش عارف إيه كده. يعني أنت يا جهاد بيه، هل توافق على إهانة مرتضى منصور لحد زي الكابتن محمود الخطيب؟ يا صديقي، أنا لا أوافق على إهانة أي واحد لأي واحد. ده كلام محترم. معايا؟ ولكن لا اوافق انك انت تاخد حاجة بصفتك رئيس النادي الاهلي علشان انت رئيس النادي الاهلي. بس يا جهاد بيه، انتوا تعودتوا في النادي الاهلي وعلمتونا كده على مدار التاريخ، ان طول حياتكم بتناقشوا اموركم داخل النادي الاهلي، لا في الاعلام ولا قدام حد. عندنا ما حصل، عندنا اللي بيحصل الايام دي. وماله، بس الاهلاويه تعودوا انهم بيقفلوا على نفسهم بابهم. يا صديقي المحترم، عمرنا ما حصل عندنا اللي بيحصل الايام. حضرتك ستقبل التصالح وتوقف؟ ما طلعش عندنا في وقتنا واحد زي مصطفى يونس يقول لعيبه الاهلي الناشئين بتتقبل بهز الصدور. لا بس الكابتن مصطفى يونس قال لي لا اقصد النادي الاهلي، انا بتكلم على قطاعات الناشئين في مصر كلها. انا شفت الحلقه كامله، واي تهرب منها بعد كده يبقى ده هو قال لنا على المستوى الشخصي، انا بتكلم على اسلوب اداره قطاع الناشئين في كل الانديه. انت هو قال لك انت على المستوى الشخصي، لكن هو قالها على مستوى تلفزيونات مصر كلها. ستقبل التصالح وتغلق هذا الملف يا جهاد بيه؟ لما يرجع الساعات يعملوا الميزانية المضبوطة للموضوع ده، أنا متنازل عن حقي. ستستمر في الردود قضائيا واستمرار القضايا؟ احنا في بص شوف يا غير، طول ما في قضاء، طول ما في عدل، طول ما في رحمة. أنا ما بتهددش، أنا ما بخافش. أنا تحديت حسن الألفي وهو وزير داخلية.
معايا تحديد غيره وهو بمناصب كبيره. انا ما بخافش، انا بدفع ضرائب، بحترم بلدي، بحبها، بخدمها. وده حضرتك وده حقك في الرأي وحقك المكفول ليك في الرأي. انا كان ممكن اسافر وهاجر واعيش في المانيا او في امريكا واعيش في احسن جو واحسن بيت وما عنديش مشاكل معايا، لكن انا بحب بلدي وبحب النادي الاهلي. النادي الاهلي بالنسبه لي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي احسن فريق في نظري كده معايا، وفي نظر كل جماهيره وكل عشاقه الاهلي افضل فريق. شوف حضرتك انا عمري ما شتمت النادي تاني، عمري ما سبيت الزمالك او الاسماعيلي او الترسانه او الكلام، ما ده مش من تربيتي ولا من الفاظي ولا حتى سبيتهم. انا قلت لهم تركي الشيخ قال لي انكم حراميه، تركي الشيخ قال لي كده. بس انا متحفظ على الكلمه دي بعد اذنك يا جاد بيه، بعد اذنك. هو كاتب يا بيه على الويب سايت بتاعي. خلاص هذه الصفحه طويت تماما يا صديقي. انا عندي مراسلات مع تركي الشيخ على الواتساب وعلى الماسنجر وعلى المسجز، كاتب فيها اكتر من كده، مش عايز اقول لك يعني. يعني انا استاذنك ان احنا في حقك في الرد في القضيه، ولك ان تقول ما تريد في فيديوهاتك، لان فيديوهاتك ناريه انا ما اتحملهاش. يا راجل انت صعيدي، لا انت صعيدي وعارف اللي يشتم بيتك يبقى تتعمل فيه ايه؟ طبعا ماشي. هم سمحوا للراجل ده يشتمنا، يسيب النادي الاهلي وجمهوره، وبعدين جاي النهارده عامل بطل وشال سيف ويقول لك انا هرجع ابو تريكه وافرج عن الجمهور. مين ده؟ هو بيحكم مصر ده ولا ايه؟ مش فاهم يعني. خلينا بس ده قوله عندك والنبي ارجوك، انا بعيد عن الملفات دي يا جهاد بيه. مش ملفات، احنا بلدنا بلد محترمه وقويه. طبعا طبعا طبعا. والموسيقار مفيش دوله عربيه تقارن بمصر يا عبد الناصر بيه. بتفق معاك. مصر ام الدنيا يا بيه. بتفق معاك. فيها اثنين انبياء. قرب اليها السيد المسيح. مصر عظيمه. هو جابينها ابراهيم وسيدنا محمد. مصر عظيمة وستظل عظيمة، واعتقد وهتفضل اعظم وهتفضل هي الواقي والحامي لكل المنطقة دي. اشكرك شكرا جزيلا. ما حدش يجي يتنطط علينا بشوية دولارات في جيبه يعني، ما احنا معانا دولارات كتير برضه ومعانا مصري كتير قوي. صدق بالله لا اله الا الله. النادي الاهلي لو محتاج مليار جنيه انا لمهم للنادي الاهلي في شهر. يعني عارف الاهلاوي الغلبان انا مش لاقي كلام ارد عليه ب 20 جنيه ويروح يصوم يوم عشان يحضر الماتش في الاستاد ده، وقلت له اتبرع بالفلوس دي للاهلي هيروح يحطها في الصندوق وهو مغمض. احنا نتمنى ان نكون احترمنا معالي حضرتك وما قلناه من اخبار، وحقك في الرد قلته. يا صديقي كل الناس محترمه. الله يخليك يا جدع. انا لما عييت كلمني خالد مرتجي وكلمني اسمه ايه؟ ألف سلامة عليك. بس عشان أنا خلي بالك أول مرة أكلم. إيه؟ الدرندلي قال لي يعني ننزل خلاف وأنا خايف عليك وأنت عيان، وأنت هو جاري جميل. خالد الدرندلي جميل ومحترم قوي، راجل محترم للغاية. أيام الانتخابات، شوف أنا أيام الانتخابات كنت بقول بيكلموني كلهم، بيكلموني أعضاء كتيرة من مجلس الإدارة ماشي؟ وانا قلت لخالد الدرمداني وخالد مرتجي انتوا بره الحسبه بالنسبه لي، انا بايدكم انتوا الاثنين غمض، لكن انا مش موافق محمود الخطيب يبقى رئيس النادي الاهلي. لا انا بحب محمود الخطيب ومن حق دافع عنه، انا مختلف معاك زي ما انت عايز. بقى انا متفق معاك. بقى اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب عندك يا جهاد بيه، اتكلم عنه في فيديوهاتك بلاش عندي. انا بحب بيبي عبده، انا حر يا فندم، بس اتكلم عن محمود الخطيب في فيديوهاتك بعد اذنك مش عندي. بعد اذنك. انا مش مؤيد لك انتخابات، انا حر. انت حر وانا بحب محمود الخطيب وبدافع عنه، انا حر. انت راجل حر. انا قلت لك سؤال، انا قلت لك ده عيب؟ لا طبعا، وده مش عيب. انا قلت لك ده خطا؟ لا. حبه زي ما انت عايز. كل ما اتمناه، كل ما اتمناه. والساعات اللي خدها احمد شوبير، كل ما اتمناه، كل ما اتمناه ان الناس اتعودت على ان النادي الاهلي
بيقفل على نفسه بابه وهو وأعضاؤه يفعلوا ما يريدون، والأهل دي الحاجة الحلوة الوحيدة اللي أعدلنا. أنا مش من الأعضاء، أنا من الجمهور. يا فندم، الأهل الحاجة الوحيدة اللي أعدل مصر، الأهل الحاجة الوحيدة الحلوة اللي في مصر والنبي. يعني أنا بترجاك نقفل على نفسنا ونعمل اللي إحنا عايزينه. بص يا عبد الناصر بيه، عبد الناصر بيه، يا سيد عبد الناصر. اتفضل يا فندم. أنا الأهلي لما بيتغلب بفضل قاعد على الكرسي ممكن يوم واتنين ما بقومش من عليه. ألف سلام عليك. أنا ما بقومش حتى من وأنا صغير. كنت أقفل على نفسي يومين بالزعل على الفرقة. حب الأهلي ده مش في شعارات وكلام. احنا اتعلمنا حب الاهلي من الكابتن صالح سليم، وكان ليا الحظ ان انا قعدت معاه وحورته، فكل ما اربوه. لا لا لا، انا تقريبا نص عمري وانا صغير اتربيت في بيت ابو صالح سليم. ربنا يا رب يديك الصحه، وسامحني انا اول مره اتعرف على حضرتك النهارده. واول بص، الله يرحمه طارق سليم وعبد الوهاب، كانوا رحمه الله على الجميع. رحمه الله على الجميع. دي ناس عظماء. بص، دي بقى العيله اللي حضرتك لما تيجي تغلط فيها او حتى تنتقدها او انا انتقدها، محدش يقدر يغلط. واحد وقت يزعق فيا، محدش يقدر يغلط في دول. للاسف الشديد اللي انا عايز اقوله لك ان انا عندي اكتر من 100,000 واحد متابع فولور موافقين على رايي. يعني لك الحريه ان تقول ما تريد، وبشكرك شكرا. انا بالنسبه لي اللي انا عايزه يغير مصلحه الاهلي، ان ما حدش يتكلم على الاهلي. انتوا عاجبكم اللي قالوا تركي الشيخ على النادي الاهلي؟ يعني معذره، وقت ما كان في صلح مع نادي الزمالك وصالح مع الزمالك وسابنا وراح لعب في موضوع عبد الله السعيد ويلي 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 ويلي. كلمه اخيره، كان وقتي خلص. اتفضل، قول لي تحت امرك. كلمه اخيره بقولها لك للمره المليون، الاهلاويه يتمنوا ان يظل الاهلي العظيم كما هو، قافل بابه على نفسه بس. ان شاء الله هنقفل ده كويس. فيري سون. شكرا جدا يا عبد الناصر. شكرا. انا قاعد بس انا عايز اقول من عند حضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. الناس اللي عماله تشير حاجات وتتكلم في حاجات ما هياش قدها، خلي بالكم القانون ما بيرحمش. خير ختام. لو القانون حكم عليا انا مستعد اخش، لكن حكمني البراءه انا هقضيهم بالتشهير. هذا حقك والقضاء سيد الموقف. اشكرك. اظن عندنا حادثه جباره واضحه، احمد شوبير مرتضى منصور. بشكرك شكرا جزيلا جهاد بيه الغزالي على هذا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شرفت. والف سلامه. انا اول مره اتعرف على حضرتك. حاجه بقى، كلمه اخيره يعني. اتفضل. انا عجبني قوي 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 رب شو بتاعك وانت في البلد وواقف وسط قرايبي. ربنا يخليك يا رب. اشكرك يا فندم. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا يا جهاد بيه. شكرا جزيلا استاذ جهاد الغزالي. شكرا جزيلا. طبعا يا جماعه، يعني ما دام انا قلت في البرنامج في الـ في الـ في الدردشه معاكم حاجه وطلب مني حق الرد، هذا حقه. ولكن انا قلت للراجل ان انا متحفظ تحفظ كامل، انا راجل لسان حال الجماهير. بس اذا كنت باخد معركه في الزمالك لسان حال الجماهير، باخد معركه في الاهلي لسان حال الجماهير. انا اول واحد اعتذرت لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب عندما أعلنت لجنة الشباب والرياضة كيف تم توزيع أموال النادي الأهلي التي حصلوا عليها من المستشار تركي الشيخ. وأول واحد قلت بعد التصالح ضب كل الكلام، الخطيب عظيم والأهلي عظيم والخطيب أسطورة، ولا أتمنى أن يقارن بأحد. وأتمنى أن الأستاذ جهاد الغزالي أول مرة في حياتي تعرف عليه النهاردة، وأول مرة أكلمه تليفونيا لما هو اتصل بي النهاردة، وأول مرة أقول ألو ويقول لي أنا جهاد الغزالي في حياتي النهاردة. ليس هناك سبق معرفة رجل فاضل ورجل محترم مسؤول عن كلامه، ولكن الأهلي والله ما بقولها تعصب ولا بشجع حد، الأهلي الحاجة الحلوة الوحيدة اللي أعدلنا في البلد دي، الأهلي المنظومة المحترمة اللي بنعلق عليها أمال، الأهلي الحاجة الحلوة اللي بتسعد كل المصريين. أنا بحس بده لما بسافر كل الدول، بحس بده لما بسافر كل الدول. أنقد دون سب، لأن الأهلي عظيم، وكل ما بيكبر بنفتخر في مصر أن عندنا نادي اسمه النادي الأهلي.
اول نادي عمل شركة احتراف، واول نادي حصل على بطولات وكسر الرقم العالمي، نادي بطولاته عالمية، نادي القرن. انا مش بقول ده تزييف، اطلعوا بره مصر واعرفوا الناس بتتكلم على الاهلي ازاي، زي ما احنا بنبقى حزانة على ان في متخلفين بيشوهوا نادي تاني، ان بنبقى فخورين لما بيتقال عندكم محمود الخطيب وعندكم النادي الاهلي. اتمنى ان الاستاذ جهاد الغزالي يستجيب لدعوه الكابتن عدلي القيعي. على فكره الكابتن عدلي القيعي لسه كان بيكلمه مع الاستاذ ابراهيم المنيسي، مش عارف كانوا على ملك وكتابه ولا لا، ولكن المكالمه موجوده على الفيس عند الاستاذ جهاد الغزالي، لان هو بيكلم الكابتن عدلي القيعي كان هو على الهوا، فكلمه وفتح السبيكر والناس كلها سمعت المكالمه. فالراجل بيدعو الى التصالح وان نقفل الصفحه. الاهلي اكبر من يعني ده اهلاوي حتى النخاع، ولكن لا اتمنى ابدا ان حد من النادي الاهلي يتعرض لي ويقطعه بهذا الشكل. وده نفس الكلام اللي بنقوله في الدنيا كلها، ولكن هنا في محمود الخطيب واداره راسيه واداره محترمه في اماكن تانية بنقول الحمد لله اللي احنا عندنا محمود الخطيب وعندنا النادي الاهلي وعندنا نادي عالمي زي النادي الاهلي، صاحب اكبر رقم قياسي عالمي في الحصول على البطولات، ونادي القرن الافريقي، والنادي اللي بنعلق عليه دايما امال انه يسعد كل المصريين. دي كلمتين بس من قلبي، لاني انا لا اتحدث بلسان احد، واي حد عايز يطلب مني تعقيب او يطلب مني مداخله في لايف او يتكلم يعلق على اي كلمه بقولها في الاهلي في الزمالك في الاسماعيلي في المصري في الاتحاد في اي مكان له الحق المطلق. كل ما ارجو منكم اني انا احاسب على رايي، لاني انا دايما من خلال انتوا ناس بتيجوا بتصرفوا انترنت وفلوس من جيبكم عشان تتفرجوا، فلازم اكون صادق معاكم. اتمنى ان احنا نحافظ على اللي انا بقوله ده، الحاجه الحلوه اللي اعدلنا في الكوره والله العظيم في الرياضه المصريه كلها، ويا ريت كل الرياضه المصريه زي الاهلي، اقسم بالله يا ريت كل الرياضه المصريه زي الاهلي.